نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل تحية وأطيب ترحيب في انطلاقة الشوط 20 للإبكار المحليات لفئة الانتاج الانتاجي والمنتجين ومعارك السلالات والمحافظين على هذه الأصايل مباشرة مع المركز الأول مع الانطلاق الأول لأتابع المحتل للصدارة لواهيب لواهيب غيث بن علي بن محمد الجنابي من يقدم لواهيب مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم الحذرة حمدان بن حمد بن محمد بن سعيد الدرعي قادم مع الحذرة، بينما المركز الثالث أتابع الواصلة الواصلة وصلت مبارك بن محمد بن خويدم العامري قادم مع الواصلة مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع القادمة مع المركز الرابع ندى حمد بن عبيد بن محمد الراشدي، بينما المركز الخامس أتابع الغزيل مبارك بن حمد بالقرين العامري قادم بكل قوة مع الغزيل في هذه اللحظات، بينما المركز السادس القادمة انهار محمد بن سهيل بن غصنه العامري قادم مع انهار مع المركز السادس، المركز السابع القادمة شجون يا شجون القلب لو تدري الله يا سالم يا بن هويدن يا بن ذيبان الكتبي يقدم لنا شجون مع المركز السابع، بينما المركز الثامن القادمة شوهين حسن بن فهد بن محمد الحمد يرى البريك قادم في هذه اللحظات بهذا الانطلاق الكبير، المركز الثامن وتابع القادمة الشاينية انهيان بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري يحتل المركز الثامن، بينما المركز التاسع القادمة والمنطلقة وتابع القدوم والحضور في هذه اللحظات الشاينية حضرت عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني قادم مع الشاينية، بينما المركز العاشر ليختتم هذا النداء القادمة مع المركز العاشر العنود العنود راشد بن علي بن نويصر المنصوري، هكذا هي النتيجة يا كبار يا عمالقة حيها اللي تطوي الميدان طي ليتبدل عن يسار وعن عن يمين، الله يا سلام على هذه المعركة المنتجين والمحافظين على السلالات ما زالت مع المركز الأول الحذرة حمدان بن حمد بن محمد بن سعيد الدرعي يحتل المركز الأول يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثاني لوهيب وصلت غيث بن علي بن محمد الجنبي يقدم لوهيب لوهيب يبي لها متابعة يبي لها مراقبة، بينما المركز الثالث القادمة والمنطلقة الشاهينية انهيان بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري، ورابعا وتابع القادمة شوهين حسن بن فهد بن محمد آل بريك، بينما المركز الخامس شجون احضرت سالم بن هويدن بن ذيبان الكتبي، ولكن لوهيب لوهيب اشعلت النيران اشعلت لوهيب في عاصمة الميادين، لوهيب يا غيث يا بن علي يا بن محمد يا الجنيبي الكيلو الاخير الكيلو الخطير ما بين لوهيب ما بين الحذرة الحذرة ولا لوهيب، والقادمة مع المركز الثالث شوهين حسن بن فهد بن محمد آل بريك، ايضا القادمة المحتلة للمركز الرابع اتابع
الشاهينية انهيان بن مبارك بن محمد بن هدف العامري. ولكن اين انت يا لوهيب؟ لوهيب غادرت المجموعة، غادرت بالفوز وبالانتصار الكبير. غيث يا غيث بن علي بن محمد الجنابي طار مع الوهيب، طار مع الوهيب. ولكن الاسماء القادمة، تابعوا القادمة، اوصلت شواهين. حسن بن فهد البريك قادم بكل قوة مع شواهين، شواهين، شواهين. اللحظات الاخيرة، اللحظات الخطيرة، والقدوم ايضا القادمة في هذه اللحظات. وتابع القادمة والمنطلقة الفريسة، عبد الله بن محمد يقدم الفريسة. ولكن شواهين، شواهين، الفريسة، الفريسة وشواهين، شواهين والفريسة. يا لحظات حرجة، حرجة. ولكن الفريسة، الفريسة، الله الله يا الفريسة، افترست هذا الشوط. تانينا والناموس عبد الله بن محمد بن حزام بن انديل اهل المري. بينما المركز الثاني اتت شواهين متابعينا الكرام، حسن بن فهد بن محمد الحمير آل بريك. بينما المركز الثالث اوصلت مع المركز الثالث الشاهينية انهيان بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري. بينما المركز الرابع اوصلت مع المركز الرابع الوهيب غيث بن علي بن محمد الجنابي. وخامسا اوصلت مع المركز الخامس متابعنا الكرام العنود راشد بن علي بن نويسر المنصور. اذا تانينا والناموس لمالك الفريسه عبد الله بن محمد بن حزام المريته في اللحظات الاخيره ليفترس هذا الشوط مع الفريسه. التوقيت الزمني 7:33 8 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما اللي اتت مع المركز الثاني شواهين حسن بن فهد بن محمد آل بريك، وتوقيته الزمني 7:33 9 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما اللي احتلت المركز الثالث اوصلت مع المركز الثالث الشاهينية انهيان بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري، وتوقيت الزمني 7:35 5 اجزاء من الثانية. بينما اللي احتلت المركز الرابع